انطلقت جمعية زهرة الشمال للثقافة والفنون منتصف العام 2011 بمبادرة من مجموعة مهتمين بتفعيل النشاط الثقافي والفني الوطني الملتزم. تركز الجمعية نشاطها لصقل الوعي الوطني وتناول قضايا المجتمع من خلال الثقافة والفنون التعبيرية التي تمثل صورة راقية للتواصل الإنساني، ومنها المسرح والدراما والسينما والغناء. وتسعى زهرة الشمال لتنمية واحتضان المواهب الفنية لدى الناشئين وتحويل هذه المواهب إلى إبداعات تقدم للجمهور. شكلت الجمعية مجموعة كورال للناشئين قدمت عدة أعمال لاقت اهتمام الجمهور، منها يلا ينا يا طير وأحلام طفلة. كما تم تأسيس فرقة الزفة الشعبية التي تعنى بإحياء التراث الشعبي المحلي، وتشارك هذه الفرقة في المناسبات الوطنية والأعراس الجماعية والأمسيات الثقافية. ونظمت الجمعية عدة نواد صيفية ركزت على غرس المفاهيم الوطنية والقيم الاجتماعية من خلال الأنشطة الفنية. إلا أن المسرح كان أهم البصمات التي تركتها جمعية زهرة الشمال في المجتمع المحلي الذي يعاني شحاً في هذا النوع من الفنون، فقدمت فرقة الناشئين منارة أعمالاً مسرحية عديدة، منها سوق السمك وصورة وصابر على الطريق. فيما قدمت فرقة المحترفين رسائل مسرحيات أهمها على شفا حفرة، لا تكن كومبارسا وصاحب الصورة. وشاركت هذه المسرحيات في مهرجانات خارجية، منها مهرجان المسرح العربي للشباب في المغرب، ومهرجان لبنان الدولي للمسرح، ومهرجان قرطاج الدولي في تونس. وبالاستفادة من التجربة التونسية أطلقت جمعية زهرة الشمال مطلع العام 2019 أول مدرسة للتكوين المسرحي في مدينة نابلس بالشراكة مع مسرح الجسر التونسي، بهدف تنمية المواهب المسرحية الشابة ودعمها بالمسار الأكاديمي العملي الذي تفتقر له المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية.